عاملين ايه؟ فيديو النهارده ورسمه النهارده رسمه جميله جدا وفي نفس الوقت سهله جدا. ارسلوا معايا رسمه وابعتوا لي رسمه على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط موجوده في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. النفع سر للسعادة طابا، كن نافعا فالله يفتح بابا. فيديو جديد ورسمة جديدة، ورسمة النهاردة وفيديو النهاردة هنرسم فيه رسمة جميلة جدا وفي نفس الوقت سهلة عن يوم عاشور. هنرسم رسمة جميلة قوي، هنرسم خط عربي بالقلم الرصاص. طبعا عشان انت في قناة درغام ارت فلازم تكون عارف ان احنا هنعمل لك الرسمة بأبسط طريقة ممكنة. كل اللي محتاجينه قلم رصاص، وابدأ ارسم معايا. زي ما انت شايفين بكتب كلمة يوم الاول، عملنا حرف الياء من اوله، عملنا حرف الواو اهو، وبعمل النزلة بتاعت حرف الواو. امشوا معايا خطوة بخطوة، محدش يستعجل، محدش يجري الفيديو، امشوا خطوة بخطوة. الرسمة بسيطة ولكن محتاجة انكم تركزوا في التفاصيل اللي انا بقولها والتفاصيل اللي انا بعملها. فهاتوا ورقة وقلم وابدأوا ارسموا معايا واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين عملنا الياء وعملنا الواو، هنحط كمان النقطتين بتوع حرف الياء، ولكن نتأكد ان احنا رسمين ومظبوط ومفيش اي تعديل عايزين نعمله. طبعا بالخطة التخطيط خفيف، ما بنتقلش ايدينا واحنا بنرسم عشان نقدر نعمل اي تعديل عايزين نعمله بسهولة من غير ما نلاقي فيه اثر على الورقة من القلم. زي ما انتم شايفين عملت شوية زخرفة كده او الحاجات الحركات بتاعت الخط العربي، عملناها تحت النقطتين بتوع الياء. بعد كده بعمل حرف الميم كده زي ما انتم شايفين، برضو بطلع بالخط لفوق كده عشان نعمل حرف الميم، وبعد كده بعمل كأني هرسم دايرة وبنزل من الناحية التانية عشان نعمل حرف الميم. طبعا ده نوع خط. عملنا قبل كده رسومات عن يوم عاشوراء، هتلاقوا في قائمة تشغيل في القناة، قائمة تشغيل مكتوب عليها رسم يوم عاشوراء. هحط لكم كل الفيديوهات بتاعت يوم عاشوراء، هتلاقوها موجودة هناك. هتلاقوا رسومات كتير سهلة وجميلة جدا، ارسموا اللي تحبوه منه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان نوصل 14,000 مشترك في أسرع وقت. اشتركوا في القناة لأن اللايك والشير والاشتراك والحاجات اللي بتساعدني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر بتحمسني وبتحفزني، وبحس ان انا فعلا في ناس عايزة تتعلم. في ناس بتبعت لي الرسومات كالعادة كتير جدا على حساب على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى برضو التيك توك، ولكن محتاج اشوف ناس اكتر، محتاج الاقي ناس عايزة تتعلم اكتر. كل ما الاقي الناس بتزيد كل ما الاقي ان انا بفيد ناس اكتر، ده بيشجعني وبيحمسني وبيخليني انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين عملنا حرف العين وعملنا حرف الالف وعملنا الفتحة اللي على حرف العين، ودلوقتي بعمل شوية بقى حركات كده. ممكن احط حرف عين صغير كده زي ما انتم شايفين، حرف العين صغير تحت العين بتاعت عاشوراء. وطبعا هنعمل بقى حرف الشين بالطريقة دي، بنعمل السنون بتاعت حرف الشين اهي. نمشي خطوة بخطوة، محدش يستعجل، مفيش حد بيجري ورانا. الرسم محتاج هدوء، هاتوا المشروب المفضل بتاعكو، اسمعوا حاجة بتحبوها بعد طبعا ما تتفرج على الفيديو. ها ما تقفلش الفيديو اتفرج على الفيديو واشرب المشروب اللي انت بتحبه، وابدأ ارسم خطوة بخطوة ومحدش بيجري ورانا. زي ما شايفين عملنا الشين اهو، بنعمل وعملنا الواو بتاعت كلمة عاشوراء. طبعا زي ما قلت لكم كان في رسومات موجوده عن يوم عاشوراء، هتلاقوها في قائمه التشغيل. واشتركوا في القناه وحطوا لايك، اللايك حاجه بسيطه ولكن بتفرق جدا. ولو شايفين حد بيحب الرسم او نفسه يتعلم الرسم فابعت له لينك القناه عشان يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصله الاشعارات اول باول. زي ما شايفين بدات انتظم في ان انزل لكم فيديوهات، بحاول انزل لكم فيديوهات كتير، فلازم تكون مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك الاشعارات اول باول بتاعت قناة المرجع الاول للرسام العربي. لازم تكون مشترك في القناة. زي ما انتم شايفين هنعمل حرف الراء بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين خلي بالكم من الخطوات، خلي بالكم من الحتة اللي احنا بنخلي فيها الخط سميك والحتة اللي احنا بنخلي فيها الخط نحيف او رفيع. خلي بالكم من الموضوع ده لان ده من الحاجات الاساسية اللي بتخلي رسمة شكلها جميل. عملنا الالف وهي اخر حاجة هنعملها الهمزة. الهمزة زي ما انتم شايفين كأنك بترسم حرف الكاف،
ولكن بقى على صغير شوية. وبعد كده ببدأ اعمل بقى شوية الزخارف او الحركات بتاعت الخط العربي، بتدينا منظر جميل وبتدينا شكل للرسمة حلو وشكل يخلي العين تشوف الرسمة احلى من طبعا لما تكون بدون حركات. زي ما انت شايفين بنعمل برضو شكل كده زي حرف السين تحت حرف الشين بالطريقة دي، شوية زخارف بسيطة تدينا منظر جميل جدا للرسمة. خلي بالكم لازم نمشي خطوة بخطوة زي ما قلت لكم، وبعتولي رسمة بعد ما تخلصوها على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف، لازم تكونوا متابعيني هناك، بنزل حاجات مهمة جدا، حاجات ما بتنزلش على اليوتيوب، فلازم تكونوا متابعيني هناك، اعملوا فولو الحسابات بنفس اسم القناة بالانجليزي درغام ارت بالانجليزي، وهتلاقوا نفس شعار القناة، لازم تكونوا مشتركين هناك، بننزل فيديوهات جميلة جدا والرسومات احترافية واقعية وحاجات ما بتنزلش على اليوتيوب، فلازم تكونوا متابعيني هناك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. طبعا الكومنتات الجميلة زيكم اللي بتشجعني وبتحفزني دي حاجة جميلة جدا جدا جدا، كومنتات بتشجعني وبتخليني استمر في تنزيل محتوى وبتخليني اتشجع اكتر واكتر. الكومنت الجميل بتاعكم حتى لو حد بيسأل برضو بحس ان هو مهتم، فاكيد اكيد هتلاقيني بقولك على المعلومة بكل بساطة. ولو عندك رسمة او فيديو عايزني ارسمه فاكتب لي برضو في الكومنتات، ولو انا رسمته هتلاقيني حطيت لك روابط الفيديوهات بتاعت الموضوع ده، ولو ما رسمتوش فاكيد تأكد ان انا برسم الموضوع اللي انت طلبه. زي ما شايفين بلون اهو النقطتين بتوع حرف الياء بالطريقة دي، طبعا انا بستخدم الوان خشب، بستخدم دلوقتي اللون اللي هو الاحمر اللي مايل على بنفسجي شوية او البنفسجي المحمر، فبستخدم اللون ده في ان انا الون كلمة يوم. طبعا دي الوان خشب، تقدروا تستخدموا الوان خشب او الوان في الماستر او الوان مائيه، الوان اكريليك، الوان جواش، اي نوع الوان تحبوه، انا بفضل الوان الخشب والالوان في الماستر لانهم سهلين وفي نفس الوقت بينجزوا معايا اكتر، واي حد غالبا يعني يقدر يستخدمهم ويعرف يتعامل معهم. زي ما انتم شايفين بنعمل حرف الميم، بنلون حرف الميم بالطريقة دي. برضو الالوان الخشب من اهم الحاجات فيها ان احنا نكون بارين القلم كويس جدا، عشان القلم لو مش مبري فهتلاقي اللون ما طلعش واضح. هلون الرسمة بقى وارجع لكم، هنعمل عشراء باللون البنفسجي المحمر والحركات باللون الاصفر والنقط باللون البني. زي ما انتم شايفين الرسمة هي بعد ما خلصناها ولونا الكلام كله وبقت الرسمة بالمنظر ده، مستني رأيكم في الكومنتات. ودي كانت رسمة النهاردة، لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، اشتركوا في القناة، اللايك حاجة بسيطة ولكن تفرق، شيروا الفيديو في كل مكان وفي كل حتة عشان نبقى المرجع الأول للرسام العربي. أشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة. سلام سلام كمشك الختام، عليكم محيي بابنا يا كرام.